افتتح وكيل محافظة حضرموت بشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر سعيد العامري بمدينة سيئون فندق أجنحة الرحاب التابع لمجموعة العمقي، وذلك بحضور وكيل المحافظة الحكم سالم بشرمان ووكلاء المحافظة المساعدين المهندس هشام السعيدي والشيخ محمد بن جربوع ومدير عام مكتب السياحة بوادي وصحراء حضرموت الأستاذ علي السقافة. وأشار الوكيل العامري بأن الفندق يعتبر إضافة جديدة لقطاع السياحة بمدينة سيئون، مؤكدا أن قطاع السياحة بحضرموت سيشهد نقلة في الفترة القادمة.